من 4 سنوات هربنا على رجلينا من سوريا لتركيا ومن تركيا لهنا. صار لي شهر هنا، شهر كنت حامل في بنتي 4 شهور، راح يصلي بالجامع اجت رصاصة في رقبته مات، لا حمل سلاح ولا له في المشاكل، هو راح الله يرحمه. ما عندنا المادة لحتى نشتغل هنا نفتح مطاعم أو حوانيت، يعني ما عندنا، مجبورين نوقف على الكرفولات، يعني هيك يعني محتاجين، لو مو محتاجين ما نوقف، مجبورين يعني. العرب وينهم؟ أولادنا أطفالنا يتامى بدهم يأكلوا، وين العرب؟ وين الضمير؟ نحن سوريين محتاجين الله لا يهجر مسلم من بلاده، يتفرجوا علينا العرب، يشوفوا حالتنا، يشوفوا وضعنا. نحن مسجلين في الأمم المتحدة بس ما يعطونا شيء. نحن نناشد الدول العربية يساعدونا بالدين وبالإيمان، يدعمونا. هم موريتانيا شعب زين، هو شعب زين هو، بس الله يساعدهم، هم كمان فقيرين، هم يعاونونا على قدهم يعني. الله يبارك فيهم يعني، الله يجازيهم الخير والله يحترمونا ويعاونونا، يحبوا أطفالنا، بارك الله فيهم. الموريتانيين زينين والله، مو لأنه نحن في بلادهم، لا والله هم يعاونوا، صار لهم 5 سنين يعاونوا.